السلام عليكم، مرحبا الكادي فان 2016. المهم ان شاء الله جات عندنا قبل الفولون ميتي بونكسيون، غنحاول انصالي لا فولون ميتي بونكسيون ونشوف هادشي من بعد ان شاء الله. من بعد لاستالاسيون في الكادي، المهم هادي لاكرون سبيرال اللي حيدنا ليها بي او، وهاد الفولون ما فيهاش لي توش. انصالي لنا فولون افيك لي توش وبدنا لاكرون سبيرال وزدنا واحد لونبسيون ديال ريغلاتور دو فيتاس في الفولون. حيدنا لها الكوموند اللي كتفيها ريكلات فيتاس في السينيال، درنا لها ريكلات فيتاس في الفولون. هو ختام شحال من هنا، هو شحال هنا كتزيد، زدتو لوبسيون ديال يزيد ب 10، مابقاش يزيد غير بواحد بواحد، وزدتو لوبسيون ديال ليميتر دو فيتاس. هادي طوموبيل ديوانا الذي يعترض في الافق، ليميتر ريكلاتور، وبالنسبه للريكلاتور كتزيد ينقص كما بغا. فيت فيت فيه من سحاب المطر او غيره. عندي شي مشكل مع ان اسر به بين ذراعي ذراع الاسد. ما هما؟ قالوا كوكبان وجبهه الاسد اربعه كواكب. على بروشين فيديو، الله يسخر المولى. السلام عليكم.